السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا على بعض المعادلات، يعني غادي ندير لهم الحل في السي، فهم؟ دونك عندنا هاد الخمسه ديال لي كيستيون، وهاد الاخيره هذا فيه معادله من الدرجه الثانيه، يعني غادي نشوفوا جميع انواع ديال المعادلات اللي فيهم هاد بار واللي كيتجاوبوا عليهم بطرق ديالهم خاصين، فهم؟ دونك قبل ما نكملوا الفيديو قبل ما تكملوا الفيديو يمكن لكم تحبسوه وتجاوبوا على ليكزارسيس ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون، فهم؟ دونك بداو بالتصحيح على بركة الله. صحيح. دونك اولا عندنا هاد المعادلة، دونك لنحل هاد المعادلة في سي، مفهوم؟ دونك كتساوي لي هي زد بار بلس دو اي زد كتساوي ان بلس اي. دونك عندي هاد زد بار وزد، يعني عندي فيهم مشكلة. هذا زد بار كيف ما كنعرفو اللي هو المرافق ديال زد، ياك؟ دونك قبل ما نديرونجاش، ماشي مشكل، نسامبليفيها. باش نسامبليفيها خصني نحاول ندير دونك دو فوا اي، دونك خصني ندي هاد اي هادي ندير الاعداد لي الجزء التخيلي والجزء دونك الجزء الحقيقي، مفهوم؟ دونك موا اي موان زا كتساوي زيرو، سو كي كيفالون كو نعمل بإي، دونك زد بار موان زا بلوس إي فاكتور دو زد موان زا إتيكالا زيرو، ياك الشباب؟ دونك انطلاقا من هنا باش تعطيني زيرو، دونك أ بلوس إي بي باش تساوي زيرو خص يكون أ كيساوي زيرو أو بي كيساوي زيرو، ياك الشباب؟ دونك هذا هو أ وهذا هو بي، دونك سيتادير كو زد بار موان زا إتيكالا زيرو و 2z موان زا إتيكالا زيرو، ياك؟ ومنه z بار إتيكالا 1 و z إتيكالا 1 دومي، مفهوم؟ دونك z بار z كتساوي 1 دومي و z بار كيساوي 1، يعني هادشي ما واضحش، يعني خصني نحاول نلقى z، مفهوم؟ حيتاش درت هنا z بار كيبان ماشي منطقي أنه يعطيني 1، مفهوم؟ يعني خصني نحاول ندير أن نوضع z كتساوي على شكل x بلس اي إيكغيك، ياك؟ هذا كيعني ليا بأن الزد بار كتساوي إكس موان إي إيكغيك، ياك؟ فيما كان جزء تخيلي فيما فيه إي كنقلب الإشارة ديالو، كانت بلوس كارت دو موان كان موان كارت دو بلوس، هذا في المرافق، ياك؟ وكنعوض فيما بانت ليا زد نعوضها بإكس بلوس إي إيكغيك، والزد بار نعوضها بإكس موان إي إيكغيك. دونك هاد ليكواسيون يمكن ليا نكتبها على شكل زد بار اللي هي إكس موان إي إيكغيك موان زا، ها هي موان زا بلوس اي فوا دو زد، زد كتساوي إكس بلوس إي إيكغيك، دو إكس بلوس دو إي إيكغيك موان زا، دونك هادي هي لابارتي ديال زد، لي موان زا أو دو راه نشرتها مع زد، مفهوم؟ كتساوي زيرو، دونك خصني نخرج لابارتي ندير لابارتي اللي فيها إي، يعني لابارتي إيماجينيغ ولا لابارتي ريال. على حدة كل واحد بوحدو، دونك سي كي ايكيفالون هي اكس موان زا بلس دو اكس ايكغيك بلس دو اي اكس بلس اي فوا اي سي موان زا، يعني موان دو ايكغيك، دونك هي موان دو ايكغيك. دونك نشوف دابا لا بارتي اللي فيها اي بلس دو اي اكس موان اي موان اي ايكغيك، مفهوم؟ دونك درت روغروبيت هاد العجب هذا، يعني درت لابارتي ريال ولابارتي اللي فيها ايماجينيغ، دونك هي اكس موان دو زيكغيك موان زا بلوس نفاكتوريزي بإي فاكتور دو اكس موان ايكغيك موان زا إتيكالا زيرو. كيما قلنا الشباب A هو هذا و B، يعني على شكل A بلوس I فوا B كتساوي زيرو، دونك باش تساوي ليا زيرو خص يكون A كيساوي زيرو و B كيساوي ليا زيرو، دونك ندير أقل من هاد لا فورميل، عندي يعني عطيني A كيساوي زيرو و B كيساوي زيرو، A لي هو X موان 2Y موان Z إتيكالا زيرو و B 2X موان Y موان Z إتيكالا زيرو، يا كتولي على شكل سيستيم، دونك خصني نخرج X و Y. نكتب x على شكل y، دونك سو كي ايكيفالون ان x ايتيغال 2y بلس 1، نعوض x في هاد لابارتي الاخرى، دونك x انطلاقا من المعادله الاولى عطاتني انا x كيساوي 2y بلس 1، نعوضها في هنا،
يعني في ما بين تي اكس نعوضها، كاين هنا 2 اكس، يعني 2 فوا هذا العجب هذا كامل اللي هو 2 فوا 2 سي 4، 4 ايغريك بلس 2، 2 فوا 1 يعني هي 2 موان ايغريك موان زا ايتيغالا 0، ياك؟ يعني خصني نحاول نخرج ايغريك. عندي اكس كيساوي 2 ايغريك بلس 1 كنخليها وكنمشي نجبد ايغريك، حيت هو واحد واحد لانكوني اللي عندي في هاد ليكواسيون، مفهوم؟ دونك 4 ايغريك موان ايغريك سي 3 ايغريك، ياك؟ هي 3 ايغريك 2 موان 1 سي 1 يعني بلس 1 ايتيغالا 0، دونك ايغريك ايتيغالا موان 1 سيغ 3، دونك منه ايغريك ايتيغالا موان 1 تيار، مفهوم؟ دونك سي تادير كو اكس نعوض فيما بالي ايغريك نعوض موان موان تيار، دونك هي 2 سي موان 2 تيار بلس 1 ايتيغال 3 موان 2 سي 1 1 سيغ 3، ياك؟ و y تيغالا موان او تيغالا 1 سيغ 3، مفهوم الشباب؟ دونك ومنه ان x كيساوي 1 تيغ و y تيغالا 1 تيغ، مفهوم؟ غنعوض فيما بانت ليا x في زيد، حيتاش زيد عندي انها كتساوي ها هي كتساوي x بلس y، دونك نعوضها هنا، يعني زيد كتساوي x بلس y سو كي ايكيفالون، نعوض x بالقيمة ديالو اللي كيساوي ليا 1 تيغ و y كيساوي 1 تيغ. Donc z est égal à 1 sur 3 plus i 1 sur 3. Donc il y a z. Ou z bar, quand il y a un tiers, il y a 1 tiers moins i 1 tiers. Il faut que 1 tiers i. Il faut que je me dise. Donc je vais vous dire que je vais vous dire. Il faut que je vais vous dire. Nous avons la question seconde. Z. Donc je vais vous dire que je vais vous dire. اختصر على هذا الجواب هذا، دونك زد بلس 2 فوا 1 بلس اي فوا زد بار ايتيغالا اي، ياك؟ من الاحسن انني نستعمل هذه القضيه، يعني نوضع ان زد كيساوي اكس بلس اي كراك، كما كنعرفوا ان زد بار راه حاجه عاديه انها المرافق ديالها، ياك؟ نعوض دونك سو كيكيفالون اكس بلس اي كراك بلس 2، دونك عندي هنا فاكتوريزاسيون، يعني 2 بلس اي 2 اي فوا زد بار، زد بار كتساوي اكس موان اي ايكغيك كتساوي اي، ياك الشباب؟ نصر ونجمع داكشي، يعني هي اكس بلس اي ايكغيك بلس 2 اكس موان 2 اي ايكغيك بلس 2 اي اكس بلس مع الموان سي موان اي فوا اي سي موان، يعني موان مع الموان سي بلس، يعني بلس دو ايكغيك، هاد اي غنديها لاباغتي اخرى، يعني تولي موان اي ايتيغالا زيرو، ياك الشباب؟ دونك سو كي ايكيفالون دو اكس بلس اكس سي تخوا اكس، ياك؟ هاهي تخوا اكس، دونك غنجمع لاباغتي غيال بلس دو ايكغيك. Donc il y a la partie réelle, ça y est, maintenant il y a x, mais à 2x, mais à 2y. On chauffe la partie imaginaire. On dit, on factorise i, facteur. Y, facteur. Moins 2y, plus 2x, moins 1. On forme une quinzaine, je mets à 2 min l'eau, ou à qui m'achète moi. Donc ce qui est équivalent, on a 3x plus 2y. Plus i facteur y moins y, à moins 2y, c'est moins y, yani 2x moins y, moins 1, est égal à 0. Kif magna chèvre, il y a a, il y a b. Donc a est égal à 0, et b est égal à 0. Il y a un li indique à chaque système. Yani 3x plus 2y est égal à 0, et 2x moins y moins 1 est égal à 0. Yek. Donc il a out, il a comme le tête. y شحال غيساوي؟ ندي y لا بارتي اخرى تولي 2x موان y 2x موان 1 2x موان 1، ياك الشباب؟ هاد y ديتها للجهه الاخرى تولي لي هي y كتساوي غتبقى 2x موان 1، نعوض هاد y الفوق، دونك 3x بلوس 2y، ها هي y نضرب في 2 ونضرب في 2 في هاد لا بارتي، يعني 2 فوا 2 سي 4 يعني بلوس 4x موان 2 فوا 2 سي 2 فوا 1 سي موان 2، مفهوم؟ Donc ce qui est équivalent 3 plus 4 c'est 7, donc c'est 7x
moins 2, donc à dire de la partie 4, ça oui, 0, c'est mon lien. Donc 7x est égal à 2, donc c'est-à-dire que x est égal à 2 sur 7. Donc il y a x le kinaha, nous avons d'abord y. Y, nous avons x, nous avons 2 sur 7. Il y a 2 de x, il y a 2 fois a y a x, nous avons 2 sur 7 moins 1 est égal. 2 fois 2, c'est 4. C'est 4 sur 7. Yak, moins 1 est égal. Nous avons 7. Donc 4 moins 7, c'est 3. C'est moins 3. Yak, donc c'est moins 3 sur 7 est égal à y. Donc on a le quitte x ou on a le quitte y. Donc, où est-ce z qui s'avoue x plus y. Équivalent que z est égal حل المعادلة أو حل المعادلة اللي الثانية كتساوي نعوض x بالقيمة ديالو y بالقيمة ديالو x كيساوي كما قلنا بأنه كيساوي 2 sur 7 و y كيساوي موان 3 sur 7 i مفهوم؟ دونك هذا هو الحل ديال المعادلة الثانية ياك الشباب نمشيو دابا ليكواسيون 3 اللي كتساوي اي فاكتور زد بلس زد بار بلس زد بلس 2 زد بار لو تو بار ايتيغال 3 ياك دونك في هاد بار هادي لو تو بار كيف ما كنعرفوا ان زد بلس زد بريم لو تو بار ايتيغال زد بلس زد بار كل واحد كندير ليه المرافق ديالو ياك الشاب لينياريتي ديال هاد العجب هذا مفهوم دونك سو كي ايكيفالون نبسطها شوية اللي هي إيز بلس زد بار بلس زد بار بلس 2 زد بار مع البار دونك كيف ما كنعرفوا إلا كانت زد كتساوي إكس بلس إيكغيك فإن زد بار تيكالا إكس موان إيكغيك ياك دونك إلا درت هاد زد بار درت ليها بار يعني دو بار درت البار لهادي إكس يبقى إكس موان إيكغيك تولي بلس إيكغيك دونك اللي هي نفسها زد دونك زد إلا كانت بار بار دو بار كتساوي زد دونك هي هادي زد بار مع بار تولي ليا بلس 2 زد موان 3 ايتيغال 0 ياك دونك الى وضعت انا اكس او زد ايتيغال اكس بلس واي فان زد بلس زد بار هي زد بلس زد بار ايتيغال كومبيان هي زد هي زد بار يعني اكس بلس واي بلس اكس moins y y a y x plus y x moins y donc y chez les maladies donc il y a 2x نعود هنا donc il y a y facteur 2x y a quelque chose plus z bar plus z z bar chaque fois ça veut dire x moins y plus 2 fois x plus 2y donc 2 on sort à la x plus y il y a 2x plus 2y, moins 3 est égal à 0. Enfin, donc on dit x mais 2x, ça fait 3x. Y'a que je sais pas. Moins 3, c'est-à-dire la partie réelle. Y'a que. Donc, on chauffe la partie imaginaire, on dit y'a moins iy, on a 2iy, c'est plus iy, mais plus 2iy. XI. Enfin, 2XI. Y'a que je veux. Donc, est égal à 0. C'est-à-dire que 3 facteur X moins 1 plus factorisé I, à tous les 2X plus Y est égal à 0. Y'a que je veux. Kif ma kanal fubi anna A est B plus IB. Qu'est-ce que c'est 0? C'est-à-dire que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Y'a que. Et b est égal à 0, c'est-à-dire que 3x moins 1 est égal à 0, ou 2x plus y est égal à 0. Donc c'est-à-dire que x est égal à 1, on a, donc x est quand qui s'est oui 1, y est égal à combien? Donc à tout dire, moins 2x. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Donc quoi minou, x et y, l'akinahum, l'ihuma, donc z est égal à x plus iy, donc la partie réelle, il y a x qui est 1, ou la partie imaginaire, il y a y qui est moins 2i. Voilà. Donc, on a mis z, on a mis
و z بار كيفما كنعرفو z بار كتساوي ليا 1 بلس 2 اي فهم الشباب. دونك حل المعادله اللي هو z كيساوي 1 موان 2 اي فهم الشباب. الحل هو اللي كنديرو فيه هاد زيد هذا ماشي z بار ياك الشباب. دوزو دابا لا كيستيون 4ايام. عندنا اي زد او كاري بلس 1 بلس اي فاكتور زد بلس 1 ايت ايغال 0. دونك عندي زد هو لانكونو دونك على شكل بحال اي اكس كاري بلس هذا الجواب هذا. دونك بحال قلنا ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي يعني هذا ان ترينوم معادله من الدرجه الثانيه كنمشيو نحدو لو ديسكريمينون دلتا ايت ايغال بي كاري موان 4 ا سي كنمشي نطبق القاعده ياك بي كاري شنو هي بي عندي هنايا ا هذه هي بي وهذا هو سي دونك ا اي تيغالا اي بي تيغالا 1 بلس اي و سي تيغالا 1 دونك بي كاري سي 1 بلس اي لو تو كاري ياك موان 4 ا سي هي موان 4 فوا ا نحطها اي فوا سي سي كتساوي واحد يعني هي واحد فهم. دونك غتعطيني اللي هي 1 بلس اي او كاري موان 4i مفهوم. هادي خصنا نحاول نسامبلي فيها باش نعرف دلتا كيفاش داير فهم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان نيجاتيف خصنا نحاول المهم غادي نحاول نسامبلي فيها العجب هذا. اش غتساوي هي 1 او كاري بلس اي او كاري سي موان 1 بلس 2i مفهوم. 2 فوا 1 فوا اي سي 2i موان 4i ياك. دونك سي تادير هادي غتمشي مع هادي 2i plus moins 4 e i c'est moins 2 i فهم. كيف ما لقينا بان 1 plus i au carré عطاتنا 2 i ياك. هيا نديروها في جنب. دونك هي 1 plus i au carré عطاتنا 2 i يعني كتساوي 1 زائد i au carré c'est moins 1 يعني 1 moins 1 c'est 0 plus 2 fois 1 fois i يعني 2 i هي exactement. دونك فان 1 موان اي او كاري كتساوي موان 2 اي مفهوم. هادو الشباب حاولوا عقلوا عليهم ياك. هادو والو يعني راه غير كتسامبليفي وكتعطيك 2 اي مفهوم الشباب. دونك 1 او كاري سي 1 بلس اي او كاري سي موان 1 موان 2 اي موان 1 غتمشي مع لو 1 غتبقى ليا ديريكت مولي هي 2 اي. دونك ممكن نعوض هاد موان 2 اي كتساوي لي هي 1 موان اي ياك الشباب. او كاري ديما الشباب بانت ليا هاد الموان في الديسكريمينو خصني نحاول نردو على شكل او كاري باش نرجع باش منين ندير لو غاسين دو دلتا تمشي ليا او كاري مع دلتا حيتاش لو غاسين ديال واحد النومبر داك النومبر اللي كيكون في وسط لو غاسين خصو يكون بوزيتيف فهم. ما عليناش دونك هذا راه بوزيتيف ما عليناش. دونك ادمي دو سوليسيون يعني زد 1 ايتيغال و زد 2 ايتيغال. زد 1 ايتيغال حسب القاعده يعني موان بي بلس racine de delta sur 2 fois a ou b z2 est égal à moins b moins le racine de delta sur 2 fois a bon. Donc moins b b li 1 plus i مع le moins c'est moins à la barre plus racine de delta delta ou 1 plus i à la delta yak le racine dialo ou 1 moins i yani 1 moins sur 2a ياك. اوف z2 موان b يعني هي موان 1 بلس i موان هذا العجب هذا اللي هي 1 موان i ياك الشباب. سور 2 فوا a اسمحوا لي a كيساوي i هي a كيساوي i يعني هي 2i. دونك سي تادير نسامبليفي هذا العجب موان 1 بلس 1 غتختز ليا موان i موان i سي موان 2i moins 2i sur 2i تعطيني ديريكتومون اللي هي موان 1 فهم. هذا هو الحل الاول. ثانيا نسامبليفيا موان 1 موان 1 سي موان 2 موان i موان موان سي بلس i سي 0 يعني موان 2 سور 2i ياك الشباب. 2 غتسامبليفيا مع 2 غتبقي ليا موان 1 سور i. باش نحيد هاد i هادي نضرب في i الفوق ونقسم عليها فهم يعني تعطيني هي موان i sur i fois i c'est moins 1 فهم الشباب. دونك غتعطيني غتمشي ليها لو موان مع لو موان غتبقى ديريكتومون اللي هي i. ومنه z1 est égal à moins 1 et z2 est égal à i.
دونك حلها هاد المعادلة اس اتيغال موان زان، مفهوم الشباب؟ دونك هاد اس هادي ما درناهاش في لي زيكواسيون اللي من قبل، وهي خصنا نديروها، يعني خصنا نديرو مجموعة الحلول غير لا غيداكسيون ما جاوبناش عليها، مفهوم الشباب؟ ندوزو دابا للمعادلة التانية اللي هي زد كاري بلس دو فوا اي موان زان زد موان زان اتيغال زيرو، دونك على شكل ان ترينوم زد كاري بي زد موان سي تيغال زيرو. دونك اول مرحلة اللي هو لو ديسكريمينون، ا عندي اللي هو ان، بي كيساوي العجب كامل، و سي كتساوي واحد، مفهوم؟ بي كاري موان كاتر ا سي اللي هي كاتر ان موان اي او كاري، ياك الشباب؟ بي او كاري موان كاتر ا سي، كاتر فوا ان فوا ان اللي هي موان موان مع موان سي بلس، يعني سي راه كتساوي موان زان، ياك الشباب؟ موان زان فوا موان كاتر فوا ان سي كاتر، دونك اللي هي نشرح هاد العجب هذا، كاتر فوا دونك هاد ان موان اي او كاري كيما قلنا كتساوي موان دو اي، ياك شفناها من قبل هي ان موان اي او كاري كتساوي موان دو اي، هادي الشباب خصنا نحاول نعقل عليهم، هما راه داكشي اللي كيساويو غير كنسامبليفيو على راسنا الخدمة، فهم؟ دونك اسمح لي 4 فوا موان 2 اي بلس 4 اللي غتساوي 2 فوا 2 او 4 فوا 2 سي 8، يعني موان 8 اي بلس 4 ايتيغال، دونك خصني نحاول نسامبليفي هاد العجب هذا، نعمل ب 4 فاكتور 1 موان 2 فوا اي، ياك دابا هاد الدلتا هذا صعيب عليا نقول بانه لا اكبر من زيرو ولا اصغر من زيرو، هو اصلا عندي فيه هاد لو نومبر اي، يعني خصني نحاول نوضع هادوك هاد الكاتر هادي، يمكن نكتب على شكل دو او كاري، ياك هي دو او كاري، ولكن ان بل موان دو اي خصني نحاول تاني نردها او كاري، مفهوم؟ دونك هاد المرحله هادي غتحاول تنتبه معايا شويه مزيان باش نشوفو كيفاش كنلقاوها، دونك لنجد ولا ايجاد اكس يغريك بحيث اكس بلس اي يغريك او كاري ايتيغال ا ان موان دو اي، فهم؟ دونك تلقى هاد دو اي، هاد ان موان دو اي خص نكتب على واحد الشكل ديال المربع كيتسمى ان كاري بارفي، فهم؟ كنمشي نحل هاد السيستيم هذا عادي جدا، دونك هي اكس كاري بلس موان y كاري بلس 2x y فوا اي ايتيغال ا ان موان 2 اي، ياك الشباب؟ عندي لا بارتي لي ريال وعندي لا بارتي ايماجينير، مفهوم الشباب؟ دونك هنا كيبان ليا ان x كاري موان y كاري كيساوي 1، مفهوم؟ و 2x y ايتيغال 2، حيتاش كيف ما كنعرفو ان شوف معايا ان x بلس اي ايغريك ايتيغال ا بلس اي بي، هادي درناها في الدرس، يعني ان x ايتيغال ا اي بي ايتيغال ايغريك، يعني ايغريك ايتيغال بي، مفهوم؟ هذا كيساوي هادي، يعني لا بارتي ريال ايتيغال لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير ايتيغال لا بارتي ايماجينير، مفهوم الشباب؟ دونك ما عليناش، دونك كما قلنا بان لا بارتي ريال اسمحوا لي هذا ا هيك، يعني غيولي عندي واحد السيستيم اكس كاري بلس موان y كاري ايتيغال ا 1، ياك و 2 اكس y ايتيغال موان 2، ياك الشباب؟ سو كي ايكيفالون، الى وصل دابا هاد المرحله هادي غادي نكون مديرونجي، يعني باش نلقى اكس كاري موان y كاري ايتيغال 1 بحيث 2 اكس y ايتيغال موان 2 صعيب، مفهوم؟ دابا خصني نحاول نخرج، دونك انطلاقا من هذا العجب هذا غنحاول دابا، حيتاش كان واحد لا غيغل بوغ تروفي اكس اي على هذا الشكل هذا، يعني غادي نقولها لكم كيف، غادي بحال ندير واحد فيديو بخصوص غير هاد الطريقه هذه، خصني نخرج اكس كاري بلس اي كاري معاه كيساوي شي عجب مع هاد اكس كاري موان اي كاري باش نسامبليفي، يعني خصني نخرج دو زيكواسيون في هاد النظمه هذه، مفهوم الشباب؟ دونك غنخرج شوفوا معايا، دونك إيه درت هاد إكس كاري موان إكغيك كاري درت ليه المربع، أش غادي يعطيني؟ إكس كاري موان إكغيك كاري لو تو كاري، أش غيساوي؟ اللي هي موان إيه سمحوا ليا، هي إكس على بويسونس كاتر
plus y à la puissance 4 moins 2 xy au carré. 2 fois x carré fois y carré, il y a 2 moyens au carré. Donc, où est-ce que tu as dit le mot 2xy, le tout carré. Ça veut dire, il y a moins 2 au carré. C'est 4. Il y a quelque chose. Donc, هذه اللي هي او كاري غتساوي لي في الاخر اللي هي 1 او كاري ياك كتساوي 1 دابا هذه او كاري وهذه او كاري دونك عطانا هذا جاب ياك دونك الا جمعت هذه الفوقانيه مع هذه الثانيه ها انت شوف معايا اكس كاري اكس على بيسونس 4 بلس واي على بيسونس 4 موان 2 اكس واي على بيسونس 2 زائد 1 2 اكس واي لو تو كاري ياك كتساوي هذا بلس هذا يعني 1 بلس 4 اللي هي 5 ياك دونك تعطيني اللي هي x على بيسونس 4 بلس y على بيسونس 4 موان 2 هذه كتساوي اللي هي 4xy او كاري موان 2xy لو تو كاري يمكن نجمعهم يعني تعطيني موان 2 بلس 4 سيم بلس 2 يعني بلس 2xy او كاري اللي كتساوي ديريكتومون اللي هي 5 مفهوم دونك هذه كتبان لي على شكل ايدونتيتي غوماركابل اللي هي اكس كاري بلس y او كاري لو تو كاري ها هو ا او كاري بلس بي او كاري بلس 2ab مفهوم بحيث ا كيساوي اكس كاري و بي كيساوي y كاري مفهوم هذا ا هذا بي ا بلس بي لو تو كاري اللي كتساوي ا كاري بلس بي كاري بلس 2ab مفهوم الشباب دونك هاد العجب هذا الا جمعناه كيف ما قلنا غيساوي 5 دونك لي كتساوي ديريكتومون 5 مفهوم الشباب دونك ومنه x كاري بلس y كاري دخلت لو راسين غندخل لو راسين هنا يعني لو راسين دو 5 مفهوم دونك ها هي واحد x كاري بلس y كاري لقيتها يمكن لي ندخلها هنا في هذا السيستم هذا مفهوم دونك ومنه غيولي عندي واحد سيستيم جديد اللي هو اكس كاري بلس واي كاري ايتيكال راسين دو 5 مفهوم و اكس كاري اللي عندي من قبل موان واي كاري كتساوي 1 وعندي ان 2xy كيساوي موان 2 دابا هذا غيولي على شكل سيستيم دونك هاد 2xy اللي كتساوي xy كتساوي موان 1 هادي كيولي بحال واحد بارامتر ولا المهم باش نعرفوا غير الاشاره ديال اكس واي هنا دابا انطلاقا من هادو غادي نلقاو اكس في واي شوف معايا دونك الا جمعت الاولى مع الثانيه اش غيساوي دونك اكس اكس كاري بلس 2 بلس اكس كاري تولي 2 اكس كاري ياك واي كاري موان واي كاري تمشي زيرو غتولي كتساوي راسين دو 5 بلس 1 مفهوم دونك سي تادير كو اكس كاري اش غيساوي هو راسين دو 5 بلس 1 سور 2 C'est-à-dire que x carré, katsawi, tout le racine de 5 plus 1 sur 2. Bon, allez, c'est y a x. Ou y. Bach, n'y a y, c'est n'y a un dire hadi n'a qu'il s'adi. Il y a un qu'il s'adi, il y a x carré moins x carré, c'est à dire y carré moins, mal moins, tout le plus, donc 2y carré. Katsawi, racine de 5 moins 1. Bon. Donc, c'est-à-dire que x, que y carré est égal à racine de 5 moins 1 sur 2. C'est-à-dire que y est égal à la racine de 5 moins 1 sur 2. Vous comprenez? D'abord, nous avons dit qu'il y a x ou y. Nous avons dit qu'il y a x. Mais, il y a plus ou moins. Plus ou moins. Vous comprenez? D'abord, nous avons dit qu'il y a une échelle. Nous avons dit qu'il y a une échelle. Nous avons dit il y a xy, le produit de xy est égal à moins 1, c'est-à-dire est inférieur à 0. Vous comprenez? Il y a l'un de deux had x ou y, ou had fihom, la négative. Vous comprenez? Donc, ou aminou, hadak z l'ikhdina. Bon, je n'aurai pas ce que je m'en ai. Bon, l'ikhdina. Nafta l'ikhdina z, had 1 moins 2z. Ah, on va x, y. Donc, on x plus y. Z qui est x plus y, i, y. Le tout carré. Je vais donc,
x qui est égal à plus ou moins racine de 5 plus 1 sur 2, ou y qui est égal à plus ou moins racine de 5 moins 1 sur 2. Enfin, donc c'est-à-dire que z ressawi il y en a un positif ou un négatif qui marque le produit de l'homme à négatif. Il y en a un positif ou un négatif, ou un négatif ou un positif. Enfin, il y en a un positif. Il y en a une racine de 5 plus 1 sur 2 plus au moins iy. Il y a i fois y. Racine de 5 moins 1 sur 2. Donc, il y a y négatif, un positif. La deuxième réunit moins racine de 5 plus 1 sur 2 plus le positif et au négatif ou positif. Iy lié racine de 5 moins 1 sur 2. Enfin, débat x plus iy au carré rahia hadik 1 moins 2i. Enfin, qui te bnaï à la wach kel jdid li oua ya had z ya mad z. Enfin, ناخدو واحد فيهم يا هذا او هذا بحال ما عندي حتى شي اشكال. ناخدو على سبيل المثال ناخدو الاول اللي هو كيساوي لو راسين دو راسين دو 5 بلس 1 سور 2 موان اي لو راسين دو 5 موان 1 سور 2. مفهوم شنو هي هادي؟ هاد 1 موان 2 زي لقينا درنا خديناها اللي هي كتساوي 1 moins 2i, il y a x plus iy au carré. On a x plus iy. D'abord, c'est refaire au carré. Fom. Donc, on a tout le au carré. Fom. Ah, on morbe. Il y a dit x. D'abord, 1 moins 2i, qui est ça, il y a morbe. Donc, delta, li qui est ça, 4 fois 1 moins 2i, je n'aurais ça, oui. Ça, oui. 2, qui est maintenant, on refaire aussi, 2. Le racine de deux fois racine de 5 plus 1 sur 2 moins i racine de 5 moins 1 sur 2. Forme chèvre. Le tout carré. Mais elle a dit qu'il y a carré. Il y a quelque chose. Donc, elle a le racine de delta. Bon. Donc le racine de delta on le connaît, donc bien on a positif pour tabel hal, donc x1 حل المعادله الاول الحل الاول ديال هذيك ديال هذه المعادله هذه او زد1 ديال هذه ليكواسيون هذه زد1 كيساوي موان بي بلس racine de delta sur 2 fois a ياك اللي كيساوي موان بي شنو هي moins b que ça oui moins 2 1 moins i moins 2 1 moins i yes. Plus racine de delta et ça oui voilà le racine de hadi au carré tu le racine mais le carré qui me gagne ça oui 2 fois racine de 5 plus 1 sur 2 moins i racine de 5 moins 1 sur 2 enfin on a il y a 2 fois le racine de 5 plus 1 sur 2 moins i racine de 5 moins 1 sur 2. Enfin, le tout sur 2 fois a. On dit ana a naya. Je pense que ça oui 1. Bon, que ça oui 1. Enfin, elle dit ya x1. Donc, qui est un le bête simplifié 2 d'atteindre les ya. Moins 1 moins i. Plus racine de 5 plus 1 sur 2. Racine de la dégib kamel, yak. Moins i racine de 5 moins 1 sur 2. Enfin, donc il y a la partie imaginaire ou la partie réelle deux côtés séparés. Enfin, racine de 5 plus 1 sur 2. Moins 1, c'est-à-dire la partie réelle, ou la partie imaginaire, il y a un bleu i, moins mal moins c'est plus, il y a 1, moins racine de 5, moins 1 sur 2. Bon, donc il y a z1.
او اكس 1 دونك نقدر نديرو زيد 1 ما عندناش دابا هذه هي زيد 1 هذا هو الحل الاول ديال ديك المعادله. الحل الثاني شنو هو؟ دونك زيد 2 هو كيما قلنا موان بي بلس موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 فوا ا اللي غيساوي دونك كيما قلنا بي كتساوي موان 2 ا موان اي بلس او موان 2 فوا لو راسين دو 5 بلس 1 سور 2 ياك موان اي راسين دو 5 موان 1 سور 2 وتو سور 2 مفهوم؟ دونك سيتادير غادي نسامبليفي بلو 2 وغادي نجمع ندير المهم شويه لينا دونك هي موان 1 موان اي موان racine de 5 plus 1 sur 2 moins i racine de 5 plus 1 sur 2 c'est moins 1 moins 1 donc qui m'a donné la partie réelle bouhda ou la partie imaginaire taïa bouhda donc tu lis moins 1 moins il y a une factorisable moins 1 plus racine de 5 plus 1 sur 2 il y a la partie réelle. Donc la partie imaginaire, moins mal moins, c'est plus. Il y a un factorisable i. Donc i racine, i facteur racine de 5 moins 1 sur 2. Plus, moins mal moins, c'est plus. Il y a exactement plus 1. Bon. Donc il y a z2. On va voir. On va voir. Je vais faire l'équation. Je vais faire نشرح فيه كيفاش نستعملوا هاد لا ميثود هادي باش نلقاو بحال دابا دلتا تعطيني على شكل واحد 1 بلس اي وشي حاجه بحال هكا ولا المهم عطاتني بارتي ريال وبارتي ايماجينير كيفاش نجعل هاد الدلتا هادي كتساوي واحد شي حاجه او كاري يعني الا كشكل اكس بلس اي ايغريك لو تو كاري فهمتوا كيفاش باش الا جاب الله بغيت ندير لو غاسين دو دلتا في لي سوليسيون يمشي ليا لو راسين مع هذيك زيتا او كاري تولي ديريكتومون اللي هي زيتا. مفهوم كيف ما درنا في هاد ليكزارسيس هذا في هاد السؤال هذا مفهوم الشباب؟ دونك نتمنى ان الفيديو يكون واضح. المهم سالينا لي زيكزارسيس جو بونس دونك صافي ساليناهم يعني تقريبا. دونك الشباب يمكن لكم تشوفوا هاد العجب هذا ما عيناش وصلنا للنهايه ديال الفيديو. اي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تخليوها في التعاليق وهذا الشيء اللي كاين يا شباب. المهم نخليكم على خير والسلام عليكم.